نشوف كمان نكمل اسئلتنا. ده نقلا عن الفنان الكبير محمود الجندي اللي طلع في احد اللقاءات وكان انتقد، قال هو انا فاروق حبيبي او صاحبي بس انا بنتقد احمد، احمد التاتو واحمد كذا ومش راجل كده بتصرفاته. كان قالها في احدى اللقاءات. نشوف السؤال سوا. قالها في احدى اللقاءات؟ نعم نعم، قالها في احدى اللقاءات التلفزيونيه ونشوف السؤال سوا ونشروها في المجلات وعلى السوشيال ميديا ونشوف سوا. قالها؟ نعم قالها. ردك على وصف محمود الجندي لاحمد ابنه؟ لا انا هرفض هذا الكلام يعني فعلا وقولا. محمود الجندي اهم بالنسبه لنا وبالنسبه لعيلتنا طبعا من هذا الكلام كله. هو يمكن يكون قالها من باب ان هو بيعتبر نفسه زي ابوه. هو قال بصراحه قال انا بعتبره، قال انا احمد ده الولد زي ابني، يعني كان بيتكلم عليه زي يمكن ابني. كان بيهزر لكن كلام جد ما اعتقدش. انا صادفت ان انا شفت هذا اللقاء. ما يطلعش من بق محمود الجندي ان يقول احمد مش راجل. هي صادفت ان انا شفت اللقاء ده بنفسي. معلش انا ما شفتوش، وبالتالي فهو بالنسبه لي شيء مستحيل. مستحيل. حتى لو شفته فعلا كان قال كده؟ ولو شفته دلوقتي جالي قدامي هنا وقال لي كده مش هصدق. خلينا نشوف الفيديو معانا. ما بحبش شكل التاتو والحلقه اللي في الودن ده، مش رجاله. يعني ده شكل مش رجاله. انا يعني لو احمد ابني انا كنت اتبريت منه. لو عمل كده. ردك على الانتقاد ده؟ مستحيل محمود الجندي يقول ده حتى لو انت شفته. عنده حق وموافق على رايه. تصريح حذف الفرقعه على حساب احمد. لا ما اعتقدش ان محمود الجندي شوفي انا اجاباتي متسقه مع بعضها. نعم. محمود الجندي حر في رايه واحمد حر في انه يعمل تاتو او ما يعملش تاتو. طيب خلاص خلينا نشيل الاجابات.